وبيعود دوري أبطال أفريقيا من جديد. الأهلي والزمالك وشباب بلوزداد يفتتحوا مشوارهم في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي بمباراة متوسطة يتعادل مع الحرس الوطني في النيجر 1-1 بأخطاء كالعادة من بيتسو موسيماني. الزمالك يهزم تسكر الكيني في كينيا 1-0، وشباب بلوزداد يخسر من أسيك ميموزا في أسيك 3-1. مباريات كانت النهاردة بالنهار مباريات مملة ومباريات ما بيتعودش عليها فرقنا العربية، بره بيصطادونا في الجو الحر وبيصطادونا في ملاعب ما فيش لا تصوير ولا جودة ملعب. لكن الأهلي والزمالك أقل الفرق اللي تعرضت إن هي تتأثر بأرضية الملعب وجو الملعب، لكن شباب بلوزداد تأثر. هنتكلم جوه الحلقة عن الثلاث مباريات، بس أرجو من كل حد بيتفرج على انزل في الديسكريبشن تحت تابعنا على الانستجرام عشان هنعمل عليها الجوائز الجيف اوي، والبيدج بتاعتنا موجوده برضو تابعنا عليها وقول لنا رايك في المباريات لو كنت اتفرج. ويلا بينا نتكلم عن الثلاث مباريات باستفاضه، واعمل لايك، المهم اللايك في انتشار الحلقه او شير، ويلا بينا. الأهلي يتعادل مع الحرس الوطني في النيجر 1-1 بعد تقدم الأهلي 1-0 في الشوط الأول، ولكن تراخي موسيماني وفكر موسيماني اللي كالعادة بيركن للدفاع. أنا النهاردة رايح ألاعب فرقة يعني ما حدش يسمع عنها ولا هتفطبق اليوم، وإن أنا بطل القارة نسختين ورا بعض، ولعب بالمستوى ده بعد ما تقدم 1-0 أركن للدفاع، ولعب بثلاثة في نص الملعب ديفندر غريبة من بيتسو موسيماني. ممكن اتفهمها في عدم وجود افشا وفي عدم جاهزية محمد محمود في نص الملعب، بس كان ممكن العب بوليد سليمان في نص الملعب المهاجم زي ما كان بيلعبها فترات كتيرة مع الاهلي، ولكن ممكن مقصوش عليه في الشوط الاول لان الشوط الاول نتيجة 1-0 وان الاهلي كمان درجة الحرارة عالية ولعبتنا مش متعودة عليها كفرق عربية في درجة الحرارة والملعب اللي بيبقى سيء. لكن الشوط التاني تراجع رهيب من الاهلي بعد تقدم الاهلي بواحد صفر من ضربة جزاء لمعلول، تراجع غير مبرر من بيتسو موسيماني ومن لاعبي الاهلي. ولعبت الاهلي مش هتتراجع كده من دماغها. بيتسو موسيماني اللي صمم ان يلعب زوم ديفنس ويلعب على الهجمة المرتدة، وحيقول الملعب وناس هتقول الملعب وارد بس بلغش قوي في الدفاع كده، لان الاهلي تم تهديده في العرضة وكورتين ورا بعض شالهم علي لطفي، كان تعادل بس مسألة وقت. مش الاهلي اللي يحصل معاه كده، انا بطل افريقيا وفايز 1-0 ملعبش بطريقة الدفاعية البحتة دي والعب على الهجمة المرتدة، ما بلعبش انا الوداد وما بلعبش الترجي بره، ما فيش الكلام ده يا جماعة. لكن موسيماني نفس الاخطاء لحد جه جون التعادل اللي كان بسبب من وجهة نظري رقم واحد ياسر ابراهيم اللي مغطي الاوفسايد وبرضه ما كملش مع اللاعب. موسيماني والاهلي تغييرات، شفنا بدر بنون واكرم توفيق، اكرم توفيق اللي من وجهة نظري لا غنى عنه. أفشا دوره بان النهاردة في عدم وجوده. أفشا بيربط ما بين خط النص والدفاع والهجوم. أفشا النهاردة لو موجود كان ممكن نشوف اهلي احسن من كده شوية، لكن الاهلي في العموم مباراة اقل من المتوسط. نادرا لما الاهلي بيلعب فرق تعبانة والاستحواذ ما يبقاش بتاعه، الاهلي لما بيلعب فرق جامدة بيبقى الاستحواذ قريب، لكن الشوط الثاني الاهلي سيء جدا جدا. وعارفين ان الاهلي هيرجع في القاهرة ويفوز كتير لان الفرقة دي مهما كانت مين الفرقة دي، لكن موسيماني علامة استفهام كبيرة. موسيماني برضو كالعادة بيركن للدفاع. الزمالك في افتتاح مبارياته مع توسكر اكيني يحقق فوز مهم وفوز معنوي بعد مشكلة طبعا القيد في الفترتين، كان محتاج الزمالك انه يثبت ومعاه كارتيرون انه يثبت ان احنا بالسكواد الحالي ممكن ننافس على افريقيا السنة دي. قدر الزمالك انه يحقق فوز مهم 1-0 على توسكر، وكان ممكن على فكرة الزمالك يطلع من الماتش ده كسبان 2 اقل حاجة بعد كورة يوسف اوباما. طبعا كارتيرون
تيرون بدأ اللقاء مهزوز شوية، أو الزمالك ما كانش داخل الأجواء قوي بسبب درجة الحرارة العالية وبسبب الأرضية. حتى عارفين يعني بيصطادونا دايما في أفريقيا كأهلي وزمالك بالأرضية، وبيصطادونا بلعبونا في الظهر ودرجة حرارة بتبقى عالية، فطبيعي الزمالك بان مش كويس في الشوط الأول. ولكن خبرات لعيبة الزمالك قدرت تحسم الشوط الأول على الأقل بتعادل. لو هنتكلم النهاردة عن الزمالك، فالزمالك بن شرقي شايفه من أحسن اللعيبة اللي لعبت اللقاء. بن شرقي اللي مهما كان حتى لو هو مش في مستواه، بس بخبرته بيقدر يتغلب وبيقدر يحرز أهداف ويحدث الفارق مع الزمالك. بداية اللقاء كان مهزوز زي ما قلت لكم، الزمالك كان تذكر هجم كذا هجمة بس بدون خطورة حقيقية على المرمى، بس كان مستحوذ على نص الملعب، وده طبيعي جدا في بداية اللقاء مع الأجواء الصعبة ودرجة الحرارة الصعبة. ولكن سرعان ما تدارك الزمالك بخبرته في الشوط الثاني، الخبرة الإفريقية اللي بيتمتع بيها طبعا الزمالك بجانب الأهلي وبجانب الوداد والرجاء والفرق الكبيرة، بتعرف انها تلعب ماتشات حتى لو هي مش كويسة او في ظروف صعبة بتعرف تطلع بأفضل النتائج. تدارك الكلام ده الزمالك في الشوط الثاني، ومع بداية الشوط الثاني هدف مبكر من بن شرقي، هدف خدع بيه الحارس وخدع بيه اللعيبة كلها كأنها هيتلعب بالعرض، خلاص حطها في الجون الهدف الأول. الزمالك كان ممكن يزود، ولكن من وجهة نظري شايف اتنين لعيبة النهاردة بالزمالك كانوا من أسوأ اللعيبة. اللعيب اللي هتكلم عليه محمود علاء، محمود علاء اللي الشوط الأول كان تدخلاته وتطليعه للكورة كان بشكل خاطئ، بس تدارك الكلام ده كارتيرون في الشوط الثاني. يوسف أوباما، يوسف أوباما مشكلته إنه ما بيسرعش الريتم، يوسف أوباما مشكلته إنه مش مركز، يوسف أوباما عايز ما تعرفش يعني راح النهاردة بانفراد صريح من نص الملعب، ما هوش عارف عقليته، ما هوش عارف يفكر، ما هوش عارف هو هيعمل ايه. لو كان بظهر شيكابالا بالعرض كانت هدف مليون في المية. القرار ما فيش قرار اساسا، ده هو راح خبط في الجون، الكرة خبطت في ايده حسبت هندس عليه، يعني حاجة غريبة. كان ممكن الزمالك يبقى الهدف تاني لان ردت عليه في الاخر كرة، كان ممكن يبقى تعادل. يوسف اوباما ما تفهمش لعيب حلو ولا لعيب وحش، بجد ما تفهملوش، يعني بيعمل حاجات صعبة وساعات بيجيب جوان صعبة ويجي في السهل، ما تلاقيش يوسف اوباما. يوسف اوباما الكرة تبقى معاه ممكن يرمي ثرو باس جول، لا يبطأ فيها ويحاول انه يجيب جون، ما تفهمش عايز جون عالمي ولا يعمل ايه، فالكرة بتطلع زي ما شفته في الانفراد. لكن لو هنتكلم في التوتال خبرات كارتيرون والزمالك الافريقية وادت الى فوزهم النهاردة على تسكر في جو غريب ودرجة حرارة عالية وملعب مش كويس، لكن فوز مهم. متفهم ان الزمالك ما يلعبش الكرة الحلوة، في كذا حاجة ما تساعدوش. على الرغم من كل ده الزمالك ادى مباراة حلوة نقدر نقول عليها متوسطة المستوى، ولكن في اطار الظروف الزمالك قدر يوصل للي هو عايزه. شباب بلوزداد اللي قدم نتيجة سيئة في ذهاب مبارياته، اول مبارياته بالهزيمة 3-1، شباب بلوزداد اللي قدم بطولة افريقيا اللي فاتت بشكل جيد بس معذور بان نجم الفريق الاول في الدوري الجزائري وفي دوري ابطال افريقيا لشباب بلوزداد امير سعيود احترف في الدوري السعودي وساب الفريق، فتأثر الفريق طبعا لازم يتأثر، وكمان جودة الارضية والحر اثروا على شباب بلوزداد. شباب بلوزداد اللي زي ما قلت لك كان في افريقيا اللي فاتت قدم بطوله جيده في ظل وجود امير سعيود، لكن السؤال هنا اللي الناس بتساله في اشمعنى الفرق الجزائريه ما بتبقاش في نفس مستوى المنتخب الجزائري، والرد ده يعني سهل جدا لان الفرق الجزائريه ما بتمسكش بلعيبتها، اغلب اللعيبه اللي بتظهر في الدوري الجزائري بيحترفوا بره ما بيمسكوش في لعيبه، فتلاقي مستوى الفرق الجزائريه اقل من الفرق المغربية والفرق المصرية، عشان خاطر احنا بنتمسك وعندنا دوري قوي بنتمسك بلعبتنا، لكن الجزائر بتصدر والدوري الجزائري بيصدر لكل اوروبا والمنتخبات، بنشوف حتى لما بيرجعوا للمنتخب بيبقوا عاملين ازاي، لكن طبعا بيتأثر الدوري الجزائري واللعيبة في الجزائر باللي بيحترفوا من الدوري، بيتأثر الدوري وبيتأثروا في افريقيا. قادر شباب بلوزداد انه يرجع في مباراة العودة، قادر جدا جدا، 2-0 تصعده، واتمنى انه يرجع في نتيجة اللقاء وقادر على الفوز على ارضه 2-0. كده بكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة عن دوري ابطال افريقيا والثلاث مباريات الهامين اللي كانوا النهاردة. انت قول لي رأيك في الكومنتات، قول لي في ماتش
الاهلي كان الاهلي عامل ايه، الزمالك، شباب بلوزداد. ما تنساش طبعا سايب لك رابط الانستجرام في الديسكريبشن والبيج بتاعتنا عشان خاطر في جيف اوي هنعملها وهنعلن عنها في صفحاتنا على الفيس والانستجرام. بحبكم في الله ودمتم في امان الله.